ما تخافش ما تخافش عليا يا كبير، السمنت حماني. الدكتور ربيع ده عبقري عبقري. هو عبقري صح، بس مش في الطب، في الإقناع. الراجل ده لو كان يشتغل في السيلز ولا في الريال استيت، قسما بالله كان قفل التارجت قبل الكوارتر. واه ده تلقاها في روحها بنت عمتي. افتح يا عتر. ما تفتحي انت. غور يا عاد افتح. اقعد. اتصل بطيء شو قعدي. صباح الخير. هاي صباح. ده بيت مربوحة؟ لا ده بيت الكبير. مربوحة شغالة عندنا خدامة. انت الخدامة الجديدة؟ خدام. انت الكبير؟ لا انا الصغير عندي ناين. اه انت العترة اللي خد التركيبة وحولته لدبة بدماغ عصفورة؟ مربوحة حكيت لي على كل حاجة. ما بقيتش اتضايق. جلد تخن. واضح. اللي يسوى اللي ما يسواش بقوا بيتريقوا علي وبيقولوا افهات احسن من دي بكتير. تعالي تعالي يا فروحة. وسع يا عجل. مين المالحفة دي؟ فروحة بنت عمتي. مربوحة بنت خالي. ايه كليشيهات دي؟ ما بيعرفوا بعض كيف الست كوم. العترة ولدي. الكبير ابوي. يا ده الدوار اللي عايشين فيه ما تغيرش عن امبارح. سبحان الله. ايه ده؟ انت بقى الكبير مش كده؟ اللي بتاكل السريلاك بتاع العيال الصغيرة. ايوه اهو. انت كنت تقولي لها الكلام ده؟ ده اكيد شافتها على النت. نت ايه؟ ولا عم فتح الجريني. ما انت شبه. وانت شبه واحد تاني مشهور برضك. مين؟ ابعته لك اس ام اس. ما بقاش عندي مساحة اقول. بس يا تافه. اهلا اهلا. المهم يعني قريبتك وصلت، هي اللي هتخدمك. خلاص اروح انا الشغل. ايه يا كبير انت مش هتسلم على بابي ومامي ولا ايه؟ راح تكلميهم فايبر؟ ماشي ماشي اكلمهم، اصلا عايشين بره. لا فايبر ايه؟ انا قلت يعني يومين الاجازه بتوعي هنزل يعني من غيرهم فجبتهم وجيت. ولا انت يعني تتضايق يا كبير؟ لو هتتضايق قول لي اخدهم وامشي. لا يعني لا يتضايق كيف؟ يتضايق كيف؟ ده لما صدق قلت له ان قرايبي جايين، ده بينام يحلم بهم لحد النهارده. ليه؟ الكارديشيان؟ ولا العيلة المالكة في انجلترا؟ ليه؟ عموما ينوروا، اهلا وسهلا. اتيهم. بابي مامي كم؟ لا 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 يا ساتر يا رب. يا ساتر يا رب. هي مش كانت يا رب يا ساتر، دي معنى ودي معنى تاني. ما اعرفش بس هي العيلة كلها كده شحاتين. بس مربوحة بنت اخويا. الف سلامة عليك عمتي. سلامتك يا اختي. مربوحة. ارجع ارجع. ايه ارجع يا سويقة. ده ابويا عمره ما عملها. لا عملتها بس مش قدامها. والله يا كبير انا امي كشفت راسها ودعت لي بشوفتك النهارده. لا 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 خمسة في عيني. هي داخل الطهور دي ولا ايه؟ مامي. والكمسري ده يبقى بابي. على فكرة انا قطعت تذكرة المرج وده نص عشان طفل. الحقيقة حاجة فاكرني كمسري عشان الفيست اوريجينال. عموما اهلا وسهلا نورتوا. والله يا كبير لولا مربوحه وفروحه قعدوا يتحايلوا علينا كتير عشان نيجي ما كناش شقينا عليك ولا دفعنا ثمن الميكروباص. لو انت متضايق ادينا حق الميكروباص واحنا نمشي دلوقتي. طب ما يروح في القطر اكيد له خصم. سبحان الله حتى الكمسارية بيدفعوا. بابي بيحب الضحك والبهجه والسرور. بس يا جدع انت درستني طلعت ضحكه. من انت كنت فاكرها ايه؟ انا كنت فاكر تجيب الانفيه. ما عموما اعتبره بيت اخوك. بيت اخوك ايه؟ بيتك. احنا الضيوف عندك. والله يا كبير احنا سمعنا عن كرمك كتير لكن ما تخيلناش ان هو للدرجه دي. واوعدك ان احنا هنكون ضيوف خفافك ده وما تحسش بينا واصل. على راسي على راسي. عيلة مربوحه كلها على راسي وبيتي بيتهم. شفت يا حاجة؟ قالوا إحنا اللي كنا فاكرينهم عيلة ناقصة. إيه؟ ناقصة في العدد يعني، بس ما تقلقش الكمال عندي. ايه ده؟ في نمر هادي ولا ايه؟ انت ليه بتسالني دايما؟ انت اللي بتسال. لا نمر ايه؟ قول نمره. خشوا عيال. برطاعوا. ايه ده؟ بيت عموكو. مين دول؟ لا 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 اخيرا لقيت واحد واخد التركيبه زيي. انا همسكه وهقول له كل الافئات اللي قلتوها عليا. ايه ده؟ ايه ده؟ بطل تفاهه. انت ناويين على بيات؟ امال؟ ده باين انه هيبقى بيات شتوي.